بايدن هيموت خلاص وامريكا هتولع. ده الخبر اللي هز العالم كله بعد نشر تقارير صحيه للرئيس الامريكي بايدن اللي كشفت ان هو بيعاني من خلل في المخ، وده اللي بيخليه يفقد الاتصال بالواقع زي اللي حصل امبارح في البيت الابيض خلال حفل يوم الاستقلال، وظهر فيه الرئيس الامريكي متجمد في مكانه وفاقد الاتصال بالواقع والعالم اللي حواليه. ودي مش الحادثه الاولى، لانه قبل كده تاه في المؤتمرات الدوليه وهو بيطلب المساعده من الحضور عشان يدلوه على الطريق، وده غير ان هو كان هيقع اكتر من مره وهو طالع على سلم الطياره، والاغرب من ده كله هو ظهر وهو بيسلم على الهواء، وده اللي خلى ناس كتيره قوي تسال عن حالته الصحيه لان هو عنده تقريبا 81 سنه. لكن الغريب ان في تقارير ظهرت على الدارك ويب وقالت ان الرئيس الامريكي كائن فضائي مستنسخ، مجرد روبوت صنعته امريكا عشان تخدع العالم بيه. وهنا بنسالكم ايه سبب التصرفات الغريبه اللي بتطلع او بيعملها الرئيس الامريكي بايدن؟ مستنيه تعليقاتكم. كنت معاكم نور من عين مصر.